ساعة اليد واحدة من أهم الإكسسوارات اللي ما بتعتبر لا لشكل طبقية ولا إنها تعبر عن مثلاً ذوق الملبسي للأحد أو إنها مثلاً مهمة جداً لدرجة الوقت، وبعض الناس بتاخدها بشكل جمالي وبعض الناس بتاخدها بشكل أساسي. إيش رأيك أنت في ساعة اليد؟ إيش تعبر لك؟ والله يا هبة، أنا أعتبرها يعني أكسسوار جداً عملي، أستخدمها بس عشان أشوف الوقت، ومرات حتى ما أستخدمها يعني عندي الجوال. ناس كثير بتشوفها بهذا الشكل، لكن أنا أتوقع أنه الساعة هي أول شيء بتجي عين الشخص عليها، مثلا تشوف ساعتك إيش، هل هي مناسبة للبسك ولا لا، وتعرف ساعتها مثلا مكانتك الاجتماعية، أو هل أنت تعرفي للساعة أو لا، أو إنها إذا كنت لابسة شيء عملي تختاري شيء عملي طبعا. ففي ناس ما بتاخد الساعة بعين الاعتبار، فهذا شيء جدا غلط، لأنه أول شيء لازم تعرفي المناسب اللي حتروحيها، هل فين مكانها، هل هي صباحة ومساء، وتعرفي إيش حتلبسي. يعني في فرق بين الساعة اللي تلبسيها في النهار وساعة تلبسيها في الليل؟ أكيد، مثلا في الصباح أكيد حتلبسي ألوان لايت أو شيء عملية، مثلا فضي أو حتى الذهبي، يفضل أن تروح درجة الذهبي الروز جولد، ما تروح الذهبي اللي يكون مصرصع في الصباح، ما تكون فيها فصوص، ما تكون فيها زخارف، والعكس في الليل تختاري مثلا فيها ألماس، حتى أو زيليكون أو ستيك يكون فضي ذهبي، أشياء مرة كثير. كمان تعرفي إيش لابسة، لبس الرياضة لي ساعات مخصصة، لي ساعات الرياضة، وأنا أحب أنوه الكل أنه ساعات الرياضة ترى ما تلبسيها طول الوقت، حتى لو أنت كان مجالك عملي في العمل ما تلبسي ساعات الرياضة، ساعات الرياضة تلبسيها في الجيم لأنها ليها شيء مخصص، تحسب لك كالوريز، تحسب لك قديش مشيتي. ساعات العمل ليها أشياء تانية، بتكون مسطحة وفلات وكمان الراوند، عارفة على الشكل مع صمي يدك، لو مثلا ايش ما كنت لابسه ما بتضايقك في الحركه، ما تطلع صوت، ما تشغلي اللي قدامك وانت تتكلمي، هو يطول في ساعتك انت ايش لابسه. حتى ساعات الرياضه احسها يعني تسهل الحركه على اليد، يعني ما تكون مثلا ثقيله، تكون خفيفه، ممكن تكون بلاستيك كمان، صح؟ بالضبط. في ناس تاخذ الساعه على شيء مثلا شيء فينتج او شيء قديم، فهذا الشيء اوكي حلو، لكن برضو تراعي فيها معصم يدك، مثلا اذا انت اخذتي ساعه من والدتك ويدها مثلا اعرض من يدك، فلا انت تعرفي مقاس يدك، بس زي انا يدي صغيره احب البس فيها ساعه صغيره، يدك عريضه تختاري الحاجه مناسبه لشكل يدك. ودائما روح للاشكال الراوند اللي هي دائريه، ابعدي عن المربع او المستطيل، لأنها بتكون تعطي شكل رجولي أكثر، أو كمان ممكن تكون لها موضة معينة أو وقت معين، دائماً الدائرية موضتها ما بتخلص. وحبي أنك مثلاً تلبسي ساعة تكون مناسبة لشكل لبسك أو شنطتك، مثلاً إذا في الليل بالذات شايلة مثلاً شنطة سودة، ممكن تلبس الربر حقها أو هذا يكون أسود جلد، ممكن مثلاً يكون حتى لو معدن، فحلو أنك أنت تلبسي حاجة مناسبة للبسك. هبة صراحة في تفكير مرة كثير في موضوع الساعات، يعني ما حسبته يعني معقد كده كده. بالعكس نورة، الموضوع جدا بسيط، لكن انت اللي ممكن تعقدي لنفسك. اعرف الساعة اللي حتلبسيها تكون مناسبة لشغلك ولشخصيتك وكمان لبسك، والموضوع حيكون مرة سهل.